كان عرفت فيها بالعين اقبال كبير من طرف الزوار ومن طرف السائحين. هاد العين كما كتعرفوا اللي هي كتنباع من السفح ديال جبل كيل، هي واحد العين اللي الصبيب ديالها كيتراوح ما بين 360 وما بين 200، يعني حسب مواسم الامطار ومواسم التساقطات ومواسم الجفاف. الان مازال الحمد لله فيها الماء كافي اللي هو كيجلب مجموعه من الزوار، لان هاد العين هذه هي وجهه سياحيه بامتياز داخل نقول اقليميا وجهويا ووطنيا. عدد الزوار كما كتشوفوا اللي كيتوافدوا الان كتوصل في الديروه حتى 2000 زائر، بعض المرات كتجاوز هذا العدد هذا على حساب اوقات الديروه اللي كتكون في العطل، نهايه الاسبوع، ايام الاعياد. بالنسبه للزوار اللي كيتوافدوا هما كيجوا من جميع انحاء المملكه، لان حتى التغطيات الاعلاميه ودارت واحد الاشهار كبير للمنطقه، ووسائل التواصل الاجتماعي واحد العمليه ديال الاشهار وديال التعريف بالمنطقه. هذا الامر اللي كيزيد من عدد الزوار، لان دائما عدد الزوار كيكون في تزايد وكذلك في تنوع، حيث ان كنرصدوا الزوار كيجيو من جميع انحاء المملكه بما فيها المناطق الشماليه، الجنوبيه، المناطق اللي على البحر هما كيجيو، كذلك الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج هي بدات كتجيب بشكل كبير خصوصا السنه هذه. المنتجع كما كتعرفوا جماعه بوعادل كتوفر لها هذه العين، وهذه العين هذه اللي كتوفر واحد المجموعه ديال الشروط اللي هي كتجعل هذه المنطقه ذات جاذبيه. اولا كتوفر واحد الظروف طبيعيه مهمه جدا اللي هي الاخضرار على مدار السنه، كما كتشوفوا هنا الاشجار مخضره، كذلك كاين فين كيلقاو الزوار منطقه مناسبه كما كتشوفوا هنا مجموعه من الناس اللي هما تحت ظلال الاشجار. كذلك عندنا مسالك هنا اللي هي مسالك فيها ما يتشاف، اللي الزوار كذلك كيديروا لي تورنو على رجليهم، اضافه الى الماء، اضافه الى واحد العنصر مهم جدا اللي هو كيميز المنطقه اللي هي النشاط الفلاحي والنشاط الصناعه التقليديه. هادو جوج انشطه اللي كتنشط كثير في هذا الموسم هذا ديال الصيف. فالمنتوجات الفلاحيه مازال الحمد لله جماعه بوعادل رغم ان الماء اثر، القله ديال الماء اثرت شيئا ما، ولكن مازال الحمد لله المنتجات المحليه الفلاحيه مثلا البرقوق، التين كما لقيتو هنا في المناطق ديال البيع، كذلك كاين الاعشاب اللي كيبيع الاعشاب الطبيه هنا اللي كاينه عندنا موجوده متوفره، اضافه الى الخضار، اضافه الى مجموعه من المنتجات اللي هي طبيعيه 100% واللي هي حتى هي ولات كتجلب الزوار. شحال من الناس كيجيو لهنا كيجيو باش يتنزهوا، كذلك باش يقضيو بعض الاغراض بحال الشكل هذا. كذلك المنطقه كتعرف واحد نشاط اقتصادي مهم جدا اللي هو كينشط في هذا المنتجع، والدور في هذا المنتجع دور كبير للنشاط هاد الصناعيين وهاد الحرفيين اللي هي جوج. واحد كاين الصناعه ديال الخشب اللي معروفه بها منطقه ديال بوعادل ديال العين، اللي كيديروا لي ديكور بالاخشاب هنا، اللي الحركه التجاريه ديالهم كتعرف واحد الاقبال كبير، وكذلك الصناعه التقليديه اللي هي النسيج التقليدي اللي معروفه بها منطقه ولادازام، لان الان تمت واحد الرجوع بشكل عوده بشكل قوي لهذا النشاط هذا، بحيث ان المنطقه ديال ولادازام اللي كنعرفها انا مزيان تقريبا كل دار كتلقى فيها يا اما مرمى ولا جوج المنسج اللي كيشتغلوا به. كذلك هنا كاين بعض المرات كتكون هنايا كيعرضوا للناس المنتوجات ديالهم، وحنا دائما فيما كتكون شي فرصه هكذا باش نوصلوا هذه الرساله هذه بان المنطقه باش يكون كذلك كما قلت لكم واحد الاشهار لهذه المنطقه، لان كاين بعض الامور اللي ما كتبانش بزاف، كاينه ولكن ما تبانش الا ما كانش المناظر بحال الشكل هذا ما كتبانش. مثلا الصناعه التقليديه ولادازام معروفه بزاف بالجلابه البلديه، الجلابه اليزاميه راها معروفه، وكاين الصناع التقليديين ما شاء الله. اذا هذا هو جماعه بوعادل كما كتعرف، الاسم ديالها ماخوذ مع هاد العين هذه. في وقت الصيف كيكون واحد القبله، كتكون واحد المتنفس، كتعرف واحد الحركيه اللي كتعود بالايجاب كذلك على الجماعه وعلى الساكنه وعلى الجميع بالنفع. الجماعه في برنامج عمل ديالها عندها مجموعه من المشاريع اللي هي مشاريع اركان، اللي هي مشاريع مهيكله واللي ستؤطر التنميه مستقبلا. والمشروع التنموي ديالنا كينبني عليها من المشروع الاول اللي كنشتغلوا عليه، هو مشروع تهيئة وتأهيل منتجع بوعادل. هذا المشروع هذا اللي قطع أشواط كبيرة وبدا كفكرة، ولكن بدأ يترجم. الآن أنجزت جميع الدراسات الخاصة بهذا المشروع. هذا المشروع اللي غادي يكون تكلفة مالية غتوصل 61 مليون درهم، فيها مجموعة من القطاعات ومن الشركاء بما فيها جماعة بوعادل، المجلس الإقليمي على سبيل المثال، وزارة الفلاحة، وزارة السياحة، مجموعة من القطاعات الحكومية. هذا المشروع كما قلت لكم قطع أشواط كبيرة فيما يخص الدراسات وتوفير الأوعية العقارية لاحتضان هذا المشروع. والآن الخطوة اللي بقات قدامنا واللي كنتمناو أن يتم الإفراج عما قريب، الخطوة اللي بقات هي الإعلان عن صفقات إنجاز الأشغال، هي الخطوة اللي بقات. هذا المشروع على حسب الدراسات اللي عندنا والوثائق المتوفرة واللي انجزتها مكاتب الدراسات، فيه نقدر نقول لك ثلاثه ديال المحاور، ثلاثه ديال العناصر كبيره. العنصر الاول غادي يكون في المدخل ديال المنتجع، اللي غادي يكون فيه واحد فندق وغادي يكون مسابح، كاين تقريبا واحد 3 ديال الهكتارات اللي هي وفرت من الجماعه لاحتضان هاد الفندق وهاد المسابح. كاين كذلك في المدخل محطه ديال السيارات في المستوى، واللي غتكون كذلك من بعد هذا المشروع بعد هذا الفنادق. ثم كاين ساحات العرض المنتوجات المحليه، لان ضروري باش تفكر كذلك في الرواج، لان هذو الناس اللي غادي يكونوا هنا ما يمكنش دير المشروع وتسمح فيهم، خصك تفكر لهم في غيديروا. كاين واحد الساحه ديال العرض اضافه الى باحه الاستراحه والالعاب بالنسبه للاطفال، هذه غتكون كذلك في واحد المنطقه هنا اللي معروفه في المعصره هنا اللي قريبه. كاين مآوي سياحيه كذلك اللي غتكون في هذا الجانب هذا اللي كتشوف فيه الخضرار، غادي يكون فيه مآوي سياحيه، اضافه الى تهيئه المنبع اللي هو بوعادل العين. العين غادي نحاولوا نحافظوا على الطابع ديالها الطبيعي، يعني الطابع ديالها اللي عندها دابا باش ما يكونش واحد التاثير ديال الاسمنت كما كي. غادي يكون التهيئه باش تكون واحد المتنفس بالمستوى ديال الزوار، لان دابا مجموعه من الزوار كيتشكاو ان كاين ضيق، كاين واحد، خاصه في الفترات اللي كيكون فيها الزوار بعدد كبير. حنا تما كاين واحد الساحه اللي غتكون ان شاء الله في المستوى، اضافه الى تهيئه الشلالات على امتداد هذا الواد هذا اللي كتشوفوه. غادي يكون مجموعه ديال الشلالات اللي غادي يتم التهيئه ديالها بمواصفات جميله. هذه هي الخطوط العريضة اللي يمكن لي نقول لكم على المشروع.